أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وطبق حلو من مطبخ منال العالم. حنعمل بودنج بالشوكولاتة، نشوف مع بعض المقادير. أعزائي المشاهدين، وصفة البودنج اللي حنعملها اليوم من أطيب وأسهل الوصفات لعمل حلو بارد ممكن أتحكم فيه زي ما أنا بدي. إحنا حنعمله على شكل طبقات، لون فاتح لون غامق، ممكن أكتفي بلون واحد حسب ما أنتوا بتحبوا. ممكن أستعمل قوالب السيليكون، هذه بتبقى كتير لطيفة. هحتاج في الأول أدوب الجيلاتين، خليني أسخن المي شوي وحوزع الجيلاتين، بحركه هيك تحريكة خفيفة وحخليه على جنبي. هلا نبتدي نجهز الخطوة التالية. هحتاج مي دافئ، ببتدي برضو أسخن شوي المي وعيننا على الجيلاتين. أهم شيء أعزائي الجيلاتين لازم يبقى شفاف، وأبتدي أضيف بودرة الكاكاو على المي. يبقى الكاكاو عندي هلا داب بهذا الشكل والجيلاتين عندي جاهز. هبتدي أصب نص مقدار الكاكاو في طبق والنص الثاني في طبق ثاني واسميه الخليط رقم 2. هبتدي اخذ هلا الجيلاتين اللي دوبته، هبتدي هلا احط نص خليط الجيلاتين، خلوا بالكم، في الخليط في الطبق الاول ونصف خليط الجيلاتين في الطبق الثاني. احرك بهذا الشكل، هاخذ السكر احطه لطبق، احرك الحليب المركز المحلى للطبق الثاني. هبتدي اضيف خليط رقم 1 احطه في الثلاجه بضع دقائق ليتماسك، بضيف الخليط رقم 2 وبعد هيك بحطه بالثلاجه لعده ساعات عشان اتاكد انه اخذ وقته وتماسك على الاخر. ووقت التقديم بختار طبق مناسب وباخذ القوالب وبحطها في حمام مي سخن لثواني بسيطه فقط، بغطس القالب شوي وبقلبه، بيبقى عندي بالشكل هذا بودنج رائع. انا متاكد انكم حتحبوه، شوكولات على طبقتين الغامق والفاتح. اعزائي المشاهدين، تحيه من مطبخ منال العالم وصحتين وعافيه.